بعد 24 ساعة فقط من افتتاح المنتدى الدولي للاستثمار بتشاد، جاء الرئيس التنفيذي لمجموعة بن بطي للقصر الرئاسي لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو. يرافقه القائم بالأعمال في سفارة الإمارات العربية المتحدة بالبلاد ومدير تطوير الأعمال بالمجموعة محمد الجبلي. وخلال هذا اللقاء الذي حضره وزير الثروة الحيوانية السيد جيانغ سواري، طرح مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو أهم المجالات التي تتدخل فيها مؤسستهم في تشاد. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو شجع المجموعة على اختيارها العمل في تشاد والاستثمار بها، وقد جدد المستثمر الإماراتي نواياه للعمل في البلاد. التقينا بفخامة رئيس الجمهورية للتحدث بالمشاريع المستقبلية التي تنوي مجموعة بن بطي للاستثمار فيها في جمهورية تشاد، ونحن دائما نلقى الدعم من فخامة الرئيس لدفع عجلة التنمية في جمهورية تشاد، وهذا إن شاء الله شيء ممتاز لمستقبل الشعب التشادي إن شاء الله. الرئيس التنفيذي للمجموعة قال إنهم يعملون في تطوير مسلخة فرشة بغية النهوض بالاقتصاد التشادي وخلق شراكة فاعلة. حاليا نحن تكلمنا مع فخامة الرئيس، أعربنا عن رغبتنا في شراكة لمصنع الجلود، دباغة الجلود ومزرعة دواجن، وفي بالاتصالات، هذا كلها مجالات موجودة حاليا في جمهورية تشاد، ولكن سوف إن شاء الله نعمل على تطويرها مع الحكومة لخدمة المواطنين والدولة إن شاء الله. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة شريك فاعل للبلاد، إذ أنها تعمل في مجالات عديدة خاصة الاستثمار، بالإضافة إلى التبادل الثقافي بين البلدين.